زواج الأنتيم ارتباط روحي مع صديق مقرب بدلاً من شريك الزواج، ظاهرة يحذر منها مستشارو العلاقات الأسرية. ونحن نسأل، هل هناك صداقة بين الرجل والمرأة؟ هل تعتقدي أن الفضفضة خارج إطار الزواج ما بين رجل وامرأة ليست زوجته ممكن تنعكس سلباً على هذا الزواج؟ السرية والخصوصية في العلاقات الصداقة غير علاقات الزواج. يعني علاقة الزوج ده ليه خصوصية وسرية وقرب روحاني جسدي اجتماعي، قرب من أنواع كتيرة مختلفة غير الصداقة. الصداقة لو الصداقة بين المرأة المتزوجة أو الرجل المتزوج لو وصلت لحد قرب معين تبقى هنا نحط نقطة استفهام ونقول لأ هنا في شائبة تشوب. لكن لو لسه الحد بتاع العلاقة دي فيه من الاحترام للفكر أو للقدرات الفكرية للمرأة الكثير أو لخصوصياتها الكثير فله بار عليها. نعم. طول ما الخصوصية ما تعدتش حدود العلاقة بينها وبين شريكها أو بينه وبين شريكته. نعم. خلاص يعني هو مش هيعملها مصدر إنه يشتكي لها من زوجته أو هي تشتكي له من زوجها، مش ده الصداقة. طيب يعني علاقة الأنتيم، زواج الأنتيم خارج الزواج المعروف عنه، هل هذه ممكن إنها تنعكس سلباً على العلاقة الزوجية؟ أوكي. هذه المشكلة بتكون اسمها مشكلة التعلق، واللي هي بتجعل العلاقة في دائرة الخطر. تعلق بمعنى أنه لما يصير في تعلق مع صديق أو صديقة أو صديق وصديق، يعني بيكون في مشكلتين. أنه المساحة ما بتكون مساحة الفريندشيب أو الصداقة، بتكون شاغرة للطرف الثاني أو شريك الحياة. المسألة الثانية بيكون فيها مقارنة من حيث الجلسات اللي أنا بسويها. فأنا لدي صديقة أشعر معها إني أنا بقدر أحكي لها، بقدر أفضفض معها، هي بتستمع لي بصورة أفضل. ما رح تقدر تعطي زوجتك المساحة الكافية إنها تتعلم تكون صديقتك. تمام. والمسألة الثانية دائما بيكون في حالة من المقارنة، هي بتفهمني أكثر، هي بتطبطب علي أكثر، أو هو عنده إمباثي أو تعاطف معي أكثر. فالمساحة إنه نخلق كزوجين صداقة فريندشيب في العلاقة بيكون أصعب لما يكون في أنتيم خارج العلاقة.